جل يخص توقيف بقية أشقاء الكولونيل بوعلام بن ناصر اللي سبقهم تكلمت عليه. الكولونيل بوعلام بن ناصر هما أربعة إخوة، كان بوعلام، كاين سيد أحمد، كاين توفيق، وكاين ناصر. بوعلام منذ يومين، البارح وقفوا بناصر اللي هو كوميسار دو بوليس محافظة الشرطة، واليوم الصباح وقفوا سيد أحمد بن ناصر اللي هو بيلوت دو ليني في تاسيري ايرلاينز. قالهم توفيق بن ناصر هذاك يقدروا يجريوا باش يحكموه لأنه السيد نف كما نقولوا. ثلاثة خوالي مرة في الحبس، وواحد راهو رابد على راسه، مريضة بزاف، منعينها من مغادرة التراب الوطني، يعني راه في الحبس الكبير باش تروح تعالج، منعينها تروح تعالج. شوفوا خدمت ولاد الحرام كيفاش. وعلاش منعين الأم باش تداوي؟ مراد الدين خاوة مدينة الحبس، واحد كوميسار بوليس ما عنده حتى علاقة بالشي اللي يديرو خوه. إذا خوه حب يفضحهم فيما يخص المؤامرة اللي دايرينها ضد تبون، وتبون بقاقة مخبي ما يقدرش على الأقل يتدخل وقال حبسوا واش راهو صاير وجيبوا لي الدوسي نشوف اش الحكاية هادي. خوه كوميسار وعلاش ما تكلم؟ ما كان عنده رد فعل، ما كان والو، ريان دي تو. البارح رفدوه، بعد راحوا اليوم الصباح راحوا لسيد احمد. سيد احمد بون دار دي فيديو، فيديو شيت لهم ضرب لهم الشيطه. الحق حتى سبني انا اللي ما عندي حتى علاقه بالموضوع، انا يا نمد في جيني وهذوك زدت بان لهم بلي المعلومات ماهيش تجيني عند بن ناصر، يا راهم يقولوا بلي كان بن ناصر يسرب لي معلومات وكذا. راجل في الحبس، ولكن نحكي لك كيفاش تم الاعتقال تاعو، عندي كل التفاصيل. هذا المشكل ديالهم، نجي للسقف راحوا خدموا يعني حتى عملوا الميساجري باسمي ما عرفش حتى يديروها. انال 2018 ما با 2018 دايرين 21 او 8، يعني ولا 2 او 18، ما عرفش حتى يزوروا زوروا حتى يزوروا زعما باش قراه كان على اتصال مع هشام عبود. هشام عبود ارهابي، صح انا نرهب فيهم، ديوي الناس كاع شاهده بلي نرهب فيهم، انا ارهابي اليوم هما. وباش ندير الارهاب عندي فيديو يوتيوب، كثر خير اليوتيوب اتو ونتيري عليهم كما نحب عياو باش يسكتوني باش كذا، ما كان مازال مورا. الور بالنسبه لبن ناصر لما تم توقيفو نعطيو التفاصيل ويعرفوا بلي ما راناش نمسخرو في الليل. طائرة البشار باش يجيبو بوعلام بن ناصر من بشار باش يجيبوه للجزائر. داوا دابور كان في سي ام اي سونتر ميتير دانفستيغاسيون تاع الناحية الثالثة، مقبل كان سيكتور سيكيورتي سيكتور دايما تاع ناحية بشار. جابوه في الليل بأمر من شنقريحة شخصيا، بأمر من شنقريحة، لأنه هذا ما يدل على أنه شنقريحة داخل في الكومبلو ضد تبون. وهذا كما شرحت ذيك النهار لما كنت أعطيك التولات أنه شنقريحة يضحي بتبون، وتبون رابط كلش في شنقريحة.
دعوه راهي مخلطه بيناتهم. بوعلام بوعلام تشوف لي بوستر في فيسبوك انه يمجد في تبون وفي بوعلام بوعلام و... بالناصر بوعلام يمجد في تبون بوعلام بوعلام في فيسبوك دي بوست دا. ولكن جوست باش يجلب انتباه تبون ومدير ديوان ديالو اقل يقول واش الحكايه هذه تاع الكومبلو، اقل يحوس يعرف الحكايه هذه تاع الكومبلو. لكن تبون ما يتحركش. دونك كي جابوا في الليل الصباح وصلوا داو السكومي، داو السكومي باش يديروا مع زعما داو مغمضين عينيه، وذا نعطيك المام لي ديتاي يعني مغمضين باش كيلحقني راجلي يعرف السكومي ولد الباطا كيما قال مقامنا ولد الباطا هاو يعرف نعطيك حتى كامل الشيء هذاك الشراب تم. وعلاش المعلومات ما يسربهاش بوعلام بوعلام، ما يسربهاش واحد، ما يسربهاش جوج ولا ثلاثه، اللي كلهم الناس كامله تمد في المعلم يكرهوهم، الناس كامل اللي راهم ليه يكرهوهم. العرايا دونك بعد ما وقفوا بالناصر وكان خطفوه لانه ما خبروش وخاوتو قعدوا يسقسيو عليه واش كي تطا في دار ما خاوتو يتحركوا. البارح يروحوا يردوا خوه اللي هو محافظ الشرطه يخدم في لادي جي اس ان، ولا دي جي اس ان شكون مدير عليها؟ المدير تاع دي جي اس ان علي بداوي. علي بداوي روح تقرا لا بيوغرافي ديالو قول لك تجوز يعني اغلبيه لا كارير تاعو في مكافحه الارهاب. واش مكافحه الارهاب؟ يقتل في الجزائريين باسم مكافحه الارهاب كان مع ناصر الجن حسين بولحيا، لان في وقت من الاوقات كان مركز شاتو نوف تاع تعذيب مسير من طرف محافظ ليسولي ومحمد سمراوي اللي بعد هرب. سمراوي من بعد دعته للألمان، من الألمان هرب كي يحبوا يعاودوا يدخلوه كامل. وكان تنسيق ما بين الشرطة وجماعة المخابرات. هذا علي بداوي اللي اليوم راهو مدير عام الأمن الوطني، هذا كان قتال، كان قتال، كان يقتل في الجزائريين بدم بارد. دونك كلفوه بالمهمة، لأنه علاش درك باش يروحوا العسكري يرفدوا ان كوميسار بوليس ما تجيش، باش يروح يرفدوا خوه بيلوت دو لين باش دخلهم في خوه ما. دونك قال خلي البوليسيه يردوه، بصح البوليسيه واش ولاو؟ ولاو دي سوت جبناء تاع المخابرات الجزائريه، واللي راهو يصير فيها الان شنقريحه. شنقريحه هو شخصيا اللي راهو درك يصير شنقريحه ثاني حتى وقتال. وقلنا باللي كان في لا سابغير، تبع سابغير تاع السويديه اللي تكلم عليه في وقت اللي واحد ما كان يسمع بشنقريحة، يحتري لما كان كولونيل وفي الخضارية خرجوا في الليل راحوا يفتشوا في بيت احد المواطنين، كيخرج له رب العائلة بابات الدار قال لهم يا قلبي يا ولدي وعلاش راكم ديروا بها هكذا، عطاها بحبة في الراس. هذا الشنقريحة. شنقريحة مسؤول على اغتيال جنرال شواقي، كان الحبس في بدواء ديابيتيك، جات اون انسوفيزونس رينال، لان انسوفيزونس رينال لما المدير تاع السجن والطبيب تاع السجن والعلبه اتصلوا بالقياده العسكريه
والمقلقيات اتصلوا بشنقريحة شخصيا، قالوا يا ولدي ندوه كنا كلينيك دايرين عسكر في بليده يعطوها لي يربي، قالوا ندوها ندوه ليه كي داروها في ايامات الارهاب. شنقريحة يقول لهم نيت والو، خلوه ليه خلوه يموت. الصباح جا السيد مات، اديه لعين نعجة ديكلاريه بلي مات في المستشفى تاع عين نعجة. نفس الشيء بالنسبة لروسي جنرال، روسي جنرال يموت يا عبد ربي في السجن، مقتول مقتول سموه لأنه علاش جنرال العروسي داخل في أنه حب يفضح يفضح شنقريحة ويقول تبوني ودي تخلص منه راه كاين الجيش معاك، تبون راح تفضحوا، تبون رخيص خداع. والعروس يتصل به من خلال المستشارين تاعو راهو درك بعثوه سفير علاهم، عبد الحفيظ علاهم اكبر ايوا الشباب قتلوا. طبعا الاغتيال تاعو تم بامر من شنقريحة. دونك تصور انت البلاد في يد بن راح، في يد قتال، مدير الشرطه قتال، قائد اركان الجيش قتال، كيقول لك قتال راهو بالدليل مات. لما نقول لك هذا كان مع ناصر الجن، ناصر الجن ما كانش يلقط في النوار كان يقتل في الجزائريين الابرياء بتهم الارهاب. كانوا يرموا فيهم في فوس كومين، كانوا يرموا فيهم في والمشكل تاع اولاد، لان هنا تكون هذوما سيد احمد بن ناصر وناصر بن ناصر وبوعلم بن ناصر وتوفيق بن ناصر، اولاد شكون؟ اولاد اللواء العربي بن ناصر، راجل اللي يعتبر من جنرالات نظاف الجيش اللي داروا مات وما كملش البنيان ديالها، مات بنا دار لولادو في الوقت اللي نشوفوا جنرالات اخرين بناو قصور ودار ما قدرش يكملها، مات وما كملش البنيان ديالو، ولادو كملوا البنيان بالكابيتال ديسي، بالكابيتال ديسي كيعطاهم كابيتال ديسي تعرف راح كيموت خيمدول، كملوا بناو الدار هذيك بالكابيتال ديسي تاع باباهم، خلاهم لو سول كابيتال اللي خلا المراسم مالي لا امبور اكسبور لا اش. يوم ثلاثة في الحبس واحد راوها هربوا علاش؟ باش يحاربوا ولاد الحرام، لا لازم يحاربهم وهكذا ما يقدروش يديروا كيما داروا ولاد القايد صالح. القايد صالح ولادو ديزافيريست، هو افيريست ومسر، بينما جنرال العربي بن ناصر ما هو افيريست، ما ولادو افيريست، ما عندهم يصيبوا عليهم. واش يديروا التهمه؟ قال يا اخي كيما قلنا لكم ها فابريكا و إن أدرس مايل ما عرفش حتى كاش يديرها، وزعما باسم هشام عبود، ويا بابالون هشام عبود يحب يتواصل مع مصدر ديالو تاع معلومات، واش ما يعطيش التليفون تاعو اللي معروف وما يرسلوش بعنوان اللي معروف امال تي في 2018 داير ما راح داروا انان تي في
دو او دي ما عرفوش يميزوا ما بين الصفر وحرف الاو بالفرنسيه. كي قلت باغالون هذا هو المستوى نيفو اردواز. نيفو اردواز كركر ما عندي ما ندير لهم. فوالا وين رانا واصلين اليوم. هاي البلاد اللي وصلت هذا اللواء هذا يا خلا ارمله مريضه باش تروح تعالج، ما تقدرش تروح تعالج انه داروها في الحبس ولا الحرام، قال ممنوع تغادر التراب الوطني. حبس الجزائر حبس كبير قلنا، علاش تمنعها من مغادرة التراب الوطني؟ وعلاش؟ وزعما عاولين يحبسوا ديالها، عاولين يحبسوا لها حتى لابونسيون. لابونسيون واش سي لي كوتيزاسيون تاع راجلها الله يرحمه، هذا لا أكثر ولا أقل. ألور بون الآن خويا يقول لي ليماج أن بو أون ديكالاج بارابور أو سون، فوالا دونك بدا ضرب السينيال، الضحتام، بداو يضربوا، إذا بروبليم دو سون، درك سي كوريو، وي فوالا درك بدا بروبليم دو سون، بون نحلوا المشكل، فوالا الصوت ميذاك يروح، ندخلوا على الخط ولا الدحام. المهم لو ميساج اي باسي بمناسبه الفطر ولاد الحرام اللي راهم في الحكم ولاد العرايه اللي فوايو قدموا هديه لارمل جنرال بن ناصر العربي اللي ما قدرش حتى يخلي دار مبنيه كامله لولاده، كم ولاده بناوها بالكابيتال دي سي كي توفى ثلاثه، دونك الهديه انه ثلاثه ولاده في الحبس وواحد هارب باش يواصل الكفاح على كل حال. واش راه هارب على بالك؟ دونك زيد نقولوا راه بن ناصر يبعث لك في المعلومات، راه نعطيك حتى نقدر حتى نقول لك اثناء التحقيق مع بن ناصر واش تم. قسما بالله هذا رمضان وانا صايم. هذا نقول لك واش تم اثناء التحقيق تاع الوغ اشاره هذه مادام تكلمنا لها انه ناصر بن ناصر اللي كوميسير دو بوليس في الوقت اللي نكلم فيكم راهو في المستشفى لانهم ضربوه ضرب يعني خطير، راهو في المستشفى باش تعرفوا هاد المجرمين واش قادرين يديروا. فوالا صحفتكم ان شاء الله مور الفطور نديروا فيها اليوم قالك ليلة عيد نديرو ثلاث تاع التراويح نروحو نصليو الصبح باش نحكمو البلاصة لصلاة العيد. أنا الصحة فطوركم وتقبل الله صيام الجميع وكامل نقولو لعائلة بن ناصر ما عليكم إلا أن تفتخروا، هذا يعني افتخار أنه عصابة كاملة حمات فيكم ما عندكم حتى شيء حتى دليل ما داروا لزابر ما سرقوا، وليكش ما يعرف على عائلة بن ناصر الخواد ما يعرفهم كانوا يحقروا سرقوا داروا لزابر ماذا بكم خبروني قدامكم الإيميل أو قدامكم اللي يعرف عليهم أنهم سرقوا ونهبوا عندهم أموال عندهم كذا يقول هذا ربي يقدر خير بلادنا وربي يطلق سراح كل المعتقلين وربي يفضح الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هشام عبود جيش ديرو توما الإرهاب يا ريش نيرو هشام عبود جيش ديرو توما الإرهاب يا